مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة وفي أبرز عناوينها. المؤسسات العاملة على تشغيل القوى العاملة الوطنية تؤكد توفر فرص عمل عديدة في مختلف القطاعات. اللجنة التوجيهية للقمر المكعبي تستعرض خلال اجتماعها أهداف المهمة الفضائية لإطلاق مشروع أول قمر صناعي مكعبي بالسلطنة. طهران ترفض أي تعديل للاتفاق النووي بعد تمديد واشنطن فترة تجميد العقوبات، وروسيا تجدد دعوتها للتمسك بالاتفاق. كما تتابعون أيضا في نشرتنا الاقتصادية، أكثر من 1,400,000,000 ريال عماني فائض بالميزان التجاري للسلطنة بنهاية سبتمبر من العام الماضي. وتتابعون في الأخبار الرياضية، نادي الشباب يدعم صفوفه بتعاقده مع المهاجم الغاني روبرت غانزا قادما من نادي السلام. إلى التفاصيل. في إطار العلاقات الوطيدة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ولتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يصل غدا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق يومين، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين، وسيكون في مقدمة مستقبلي سمو الضيف والوفد المرافق له لدى وصوله البلاد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية. لاقت المرحلة الأولى من الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير 25,000 فرصة عمل إقبالا وتفاعلا من قبل الباحثين عن عمل وتعاونا متبادلا من الجانبين الحكومي والخاص. وأكد مسؤولون بعدد من المؤسسات العاملة على تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية أنه مع مباشرة الآلاف من الشباب العماني لأعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص أن هناك فرصا أخرى عديدة للعمل تتوفر في مختلف القطاعات، وهي تتزايد مع نمو واضح في المشاريع الاستثمارية التي يمكنها استيعاب أعداد أكبر من العمانيين وبرامج الإحلال. هذا وأكدت وزارة القوى العاملة أن الحكومة ماضية في توفير فرص العمل التي أقرت وفقا للخطة التي يجري تنفيذها حاليا لاستيعاب الباحثين عن عمل بمختلف الفرص المتاحة في القطاع الخاص، مشيدة بمتابعة واهتمام كافة المواطنين بسير عملية التوظيف، داعية الباحثين عن عمل إلى اغتنام الفرص الوظيفية المعروضة بما يحقق لهم تطلعاتهم وطموحاتهم في توفير حياة طيبة. بناء القدرات الوطنية وإعداد واختبار وإطلاق مشروع أول قمر صناعي في السلطنة أبرز مناقشات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإطلاق أول قمر صناعي مكعبي بالسلطنة بمقر الجمعية الفلكية العمانية. واستعرض الاجتماع تعريفا بالبرنامج وأهداف المهمة الفضائية المقترحة والتي تتضمن مراقبة التلوث الضوئي ومراقبة الغلاف الجوي والبيئة العمانية على حسب الميزانية للمشروع. كما نوقش بالاجتماع سبل دعم المشروع ودور الجهات في توفير أو دعم الكوادر البشرية المتخصصة ونوعية الحمولة العلمية المحتملة والتكلفة المتوقعة وأهمية هذا البرنامج للسلطنة وكيفية حجز الترددات اللازمة للاتصالات الفضائية بالقمر. حضر الاجتماع ممثلون من وزارة النقل والاتصالات وقوات السلطان المسلحة وجامعة السلطان قابوس وهيئة تنظيم الاتصالات والجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي.
وللمزيد حول هذا المشروع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صالح بن سعيد الشيذاني، رئيس الجمعية الفلكية العمانية. مساء الخير دكتور صالح. مساء الله بالنور والسرات. دكتور، بداية لو نعطي المشاهد الكريم نبذة تعريفية عن معنى القمر الاصطناعي المكعب بالتحديد، وأيضا المرحلة المقبلة لهذا المشروع في السلطنة. بارك الله فيكم. الأقمار الصناعية المكعبية هي أقمار صناعية صغيرة الحجم، في العادة 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر في 10 أو في 20 أو في 30، وقد تزيد للضعف من ذلك. هذه الأقمار الصناعية تتميز عن الأقمار الصناعية الكبيرة بأنها صغيرة في الحجم، تستخدم التقنيات الموجودة التجارية متاحة بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار الباهظة اللي هي للقطع الصناعية، القطع الفضائية اللي هي سبق تجربتها وسبق إثبات أنها قادرة للتعامل مع بيئة الفضاء. هذه الأقمار الصناعية أيضا من ميزاتها أنها خفيفة الوزن، لذلك عملية الإطلاق تكون غير مكلفة إذا ما قرنت بالأقمار الصناعية اللي هي الكبيرة التي وزنها من نصف طن إلى أكثر، فهذه وزنها بالكيلوغرامات. نتكلم عن كيلوغرام، 2 كيلوغرام، 3 نعم كيلوغرام. دكتور، كم التكلفة المتوقعة لهذا المشروع؟ أولا نحن متوقعين الحين تكلفة ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال عماني. نعم. إذا هذه تكلفة القمر الصناعي. نعم. هناك تكلفة تشغيلية، وأيضا يعتمد على الكوادر الوطنية، هل الجهات سيتم انتدابهم للجمعية للعمل في هذا المشروع؟ نعم. أم أن الجمعية ستحتاج تجد داعم آخر يقدم لهم الرواتب وإلى آخره حتى يستطيع يستمروا معنا طيل فترة البرنامج. هل هناك من موعد محدد دكتور لإطلاق هذا القمر الصناعي، وأيضا أين سيتم صناعة هذا القمر؟ القمر الصناعي حاليا طبعا نحن في بداياته، ما زلنا يعني نناقش تفاصيله، القمر الصناعي وحجمه وسعته وكذلك نوعية الحمولة العلمية للقمر. النوعية مبكر الآن أن نتكلم عن موعد الإطلاق، لأن عادة بعد ما يتم القمر الصناعي ويتم تركيبه وتم اختباره يتم أيضا تنسيق مع جهة معينة يكون عندها موعد إطلاق قمر صناعي كبير، بحيث يكون هذا يكون قمر صناعي مرافق، وهي طريقة نستطيع نخفض التكلفة أو أن يطلق عن طريق محطة الفضاء الدولية. فنتكلم ربما بدايات 2019 عندكم في أحسن الأحوال بعد عام من الآن. نعم. ومكان صناعته دكتور؟ بيكون ان شاء الله في مقر الجمعية الفلكية العمانية، ويتوفر واذا توفر مبلغ وفي حصلنا دعم كافي ربما نستأجر مكان مخصص ونرفع مستوى الجاهزية والمختبر، نوجد مختبرات معينة وادوات معينة خاصة لتجميع القمر الصناعي. جميل. اذا انتم الان تحتاجوا لتوفير كوادر متخصصة في هذا المجال وفرصة للعمالة الوطنية في هذا المشروع، ما هي الجهود المبذولة في ذلك؟ حاليا حقيقة تم مخاطبة مجموعة من الجهات الحكومية وكذلك الجامعات، وتم الحمد لله اقتراح أو ترشيح مجموعة من الكوادر الوطنية العاملة، وكذلك أيضا طلبة الدراسات العليا من أكثر من جامعة، جامعة السلطان قابوس، جامعة نزوة، وعلى ضوء ذلك سيتم الخطوة الأولى للمرحلة القادمة هو مرحلة ورشة أساسيات علم الفضاء. نعم. هاي كمرحلة تمهيدية لإجتاز هذه المرحلة، بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سنحدد نوعية الحمولة العلمية للقمر. جميل. وعلى ضوء ذلك سيتم الاستعانة بخبراء عالميين من لهم خبرة واسعة بذلك النوع من الحمولة، وكذلك التطبيقات الفضائية المرتبطة بهذا النوع من القمر سيأتون إلى السلطنة وسيمضون معنا تقريبا شهر إلى شهرين تدريب نظري وعملي مع الشباب، وبهذه الطريقة نستطيع أن ننقل الخبرة من الخبرات العالمية الموجودة إلى الكوادر الوطنية في السلطنة، ومن ثم تبدأ عملية تجميع القمر الصناعي، وبعد ما يتم التجميع يتم بعد ذلك عملية الاختبار ومن ثم ننطلق بعد ذلك إن شاء الله. دكتور صالح، نحن ذكرنا الأهداف وأيضا بعض الفوائد، لو تطلعنا عليها أيضا بشكل مختصر من خلال إطلاق هذا القمر الصناعي، الفوائد التي ستجنيها السلطنة. الفوائد التي تجنيها السلطنة طبعا كل الدول تطمح من ضمنها السلطنة إلى إرسال أقمار صناعية كبيرة وبذات مهمات عالية. نعم. حاليا في السلطنة لا توجد معنا كوادر وطنية مدربة على هذا النوع من الأنظمة، وخصوصا الأجهزة الحساسة، فهذا المشروع يقدم خطوة تمهيدية للمشاريع الكبيرة القادمة
في السلطنة. أضيف إلى ذلك أن من الجيد أن نوجد كوادر وطنية سبق تدريبها بشكل نظري، نوفر لهم الحين برنامج عملي يتم فيه تطبيق ما تم تدريبهم عليه سابقا من الناحية النظرية. أيضا من فوائد الفوائد الأخرى لله سبحانه وتعالى نوعية الحمولة العلمية في القمر الصناعي، سنحاول أن نوظفها بطريقة تخدم بعض احتياجات السلطنة. مثلا نحاول نراقب مثلا دعنا نقول انتشار المتقطعين في السلطنة، نحاول بعض التحديات الموجودة في الصندوق في البيئة، دراسة التغيرات الجوية وكذلك أيضا التلوث الضوئي. سيكون معنا قمر يوفرنا بيانات بشكل يومي للسلطنة لمختلف المناطق. وخلال كل هذه العملية والهدف الرئيسي هو تدريب الشباب وإيجاد كوادر وطنية مدربة على التعامل وتشغيل القمر الصناعي. جميل دكتور، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. دكتور صالح بن سعيد الشيذاني رئيس الجمعية الفلكية العمانية، شكرا جزيلا لك. جددت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها سيرجي ريباكوف دعوتها للأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي إلى التمسك به، منتقدة في الوقت ذاته موقف واشنطن. ريباكوف وخلال تصريح له أشار إلى أن بلاده ستعمل مع الدول الأوروبية والصين إلى الإبقاء على الاتفاق النووي الموقع عام 2015، منددا بما وصفه بالمحاولة الأمريكية لفرض صراع بالقوة. واعتبر المسؤول الروسي أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق اتخذ منذ فترة طويلة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيرتكب خطأ كبيرا إن انسحب من الاتفاق. وفي رد فعل إيراني على إمهال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوروبيين لمعالجة الثغرات التي يعتبر أنها موجودة في الاتفاق النووي، أكدت إيران مجددا رفضها لأي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن طهران لن تتخذ أي إجراء بعيد عن التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولن تقبل بأي تعديل لهذا الاتفاق، ولن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى. وكانت الإدارة الأمريكية قد مددت فترة تجميد العقوبات على إيران وفق الاتفاق النووي التاريخي المبرم معها ما يبقيه صامدا لعدة أشهر أخرى. هذا وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركائه الأوروبيين بمعالجة الثغرات في اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني، ملوحا بانسحاب بلاده من هذا الالتزام الدولي إذا لم يتم التعديل. وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 فردا وكيانا في إيران بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران. تسبب تصاعد حدة القتال بين قوات الحكومة السورية ومسلحي المعارضة في محافظة أدلب إلى نزوح آلاف السوريين من منازلهم وأحيائهم في طقس شديد البرودة. هجر آلاف السوريين منازلهم وأحيائهم حاملين معهم فقط ما يمكن حمله ليسكنوا أكواخا وخياما لا تقيهم برد الشتاء أو رطوبة أمطاره. فهنا في معسكر لإيواء النازحين في منطقة باتبو بمحافظة حلب في شمال سوريا، وصلت أحدث موجة من السوريين الهاربين من تصاعد حدة القتال بين القوات الحكومية ومسلح المعارضة في محافظة إدلب المجاورة. والله ونزحنا من حول أبو ظهور، من مطار أبو ظهور من حول، ومن ضرب الطيران نزحنا، أطفال النساء المعد لك مطرحة تمشي لحظة هيك من الطيران يا أخوي. والله ما نزحنا من كيفنا، تشتتنا وعلى الله من اللي يطلع من بيته بهالشتاء وبهالشيء، وعندنا عيال وعندنا أطفال وعندنا هذا، الله هيك كتبه علينا. كان الجيش السوري قد أحرز تقدما سريعا في إدلب، أكبر معقل متبق للمعارضة المسلحة في البلاد، مما قربه من مطار أبو الظهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات المعارضة منذ سبتمبر أيلول عام 2015. لكن هذا التقدم تسبب في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل إيجاد مأوى في طقس شتوي شديد البرودة.
ظلينا 3 أيام جوا الشجر ننام بالبرد نحن وأطفالنا، وجوع ومرض أطفال مرضوا علينا جوا الشجر، وظلينا يمكن 4-5 أيام لحتى لغينا مطرح. هو المطرح كمان بالأجار، يعني استأجرنا أجار لحتى بنينا الخيام. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المعارك والغارات الجوية في المنطقة أجبرت أكثر من 60,000 شخص على مغادرة منازلهم منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني، ويتوقع أن يزداد هذا العدد مع شن مقاتل المعارضة هجوما مضادا على قوات الحكومة السورية وحلفائها في إدلب في محاولة لصد تقدم الجيش السوري. ارتفع عدد الوفيات جراء الانهيارات الأرضية في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى نحو 20 شخصا، فيما يواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين. وشهدت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا قبل يومين أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية ألحقت أضرارا ودمارا بمئات المنازل وأدت إلى قطع العديد من المحاور والطرق الرئيسية. نشرة الأخبار مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد الفاصل. مدرب آلي يساعد لاعبي تنس الطاولة في تحسين كفاءتهم عبر تكنولوجيا للاستشعار والتحكم في الحركة. تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم البيئة العماني وتعبيرا عن المشاركة في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على موارد البيئة وصونها، احتفلت محافظة جنوب الشرقية بهذه المناسبة، وذلك بإقامة فعاليات بيئية متنوعة. طبيعة خلابة تحظى بها ولايات محافظة جنوب الشرقية، تلك التي مازجت فيها الطبيعة بين بيئات مختلفة، لكل منها نكهتها المميزة ومذاقها الخاص. شريط ساحلي يعانق بحر العرب وينتمي لبحر عمان، وجمال زحف السلاحف إلى ملاذها الآمن بين رمال المحافظة، وتحليق الطيور في سمائها تحت روعة السلام والنقاء العماني. وحفاظا على هذه المقومات، جاء الاحتفال بيوم البيئة العماني في محافظة جنوب الشرقية تحت شعار بيئة نظيفة مستدامة. إن الاحتفال بهذا اليوم والذي يصادف 8 يناير من كل عام هو تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حفظه الله، وتجسيداً للدور التي تقوم به السلطنة للحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية. التوعية بأهمية التنوع البيئي وسحر البيئة العمانية كان سمة الاحتفال بهذه المناسبة من خلال التواصل المجتمعي بكافة مجالاته المختلفة، وإقامة حملات تنظيف الشواطئ بالتعاون مع المدارس والفرق التطوعية، واستزراع النباتات المفيدة وتنظيف الأودية وإزالة نباتات الغويف البحرية بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص. زرعنا نباتات البرية في مناسبة يوم البيئة العماني. نحن نحافظ على السلاحف معاً من أجل بيئة مستدامة. المحافظة على المقومات البيئية من الصيد الجائر والتصحر والتلوث البيئي والبحري هي ضمن الجهود الرامية لحماية وصون البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. يوسف بن علي البلوشي، محافظة جنوب الشرقية. والآن إلى المحطة الاقتصادية مع طلال بن أحمد الكلباني. الصفوة طازج وصحي. حياكم الله.
سجل الميزان التجاري للسلطنة فائضاً بمليار و400 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر للعام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية سبتمبر الماضي أكثر من 9 مليارات ريال عماني بزيادة قدرها 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016. كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا نسبته 18% لتبلغ بنهاية سبتمبر من العام الماضي نحو 7.7 مليار ريال عماني. تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار 415 مليون ريال عماني، وسجل بنهاية العام 2017 أكثر من 190 مشروعا تتوزع بين الصناعي والخدمي والتجاري، منها 84 مشروعا منتجا وبقية المشاريع قيد الإنشاء أو في مرحلة الإعداد لمباشرة الإنشاء. وقالت إدارة منطقة ريسوت الصناعية إنه على الرغم من أن المنطقة قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من حيث المساحة، إلا أن حجم الاستثمارات في نمو مستمر، وذلك من خلال قيام الشركات بتطوير خطوط إنتاجها وتحديثها وزيادة طاقتها الإنتاجية. بهدف التأكد من مدى التزام الشركات محدودة المسؤولية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي، زارت وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي 427 شركة، كما تم معاينة 170 شركة أجنبية من أصل 300 وشركة واحدة خلال العام الماضي، حيث استهدفت الشركات المرخص لها خلال عام 2016. وقالت الوزارة إنه تم إيقاف أكثر من 60 شركة استثمار أجنبي لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن الفريق مستمر في متابعة هذا النوع من الشركات. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف ظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم من جديد. مغلقا عند 5087 نقطة، تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي. التراجع جاء متأثرا بهبوط مؤشرات السوق، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة ب 48 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 14 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي نقطتين، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 16 نقطة. أما مبيعات المستثمرين الأجانب فقد صعدت إلى نحو 1,400,000 ريال عماني، مستحوذة على 16.5% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 1,100,000 ريال عماني في الأسبوع السابق. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انتهاء فترة استلام محصول البسور لعام 2017 من جميع محافظات السلطنة، وقالت الوزارة إنه تم فرز وتصنيف المحصول حسب جودته من كل ولاية المعتمد وفق جدول أسعار محصول البسور، موضحة أنه يتم تخزينه في المخازن بالأماكن المخصصة لكل صنف تمهيدا لتنقيته ووضعه في أكياس خاصة ليكون جاهزا للتصدير، مضيفة أنه تم استلام أكثر من 2265 طنا من البسور، وبلغ عدد الموردين 438 موردا، وأن هناك كميات من البسور من محصول عام 2017 تم تصديرها بطريقة مباشرة من قبل المزارعين بطريقتهم الخاصة بدون توريدها للوزارة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية والمزارعين المصدرين لإحصاء هذه الكميات. ختام النشرة الاقتصادية وعودة للزميل أحمد وما تبقى من نشرة العاشرة، شكرا لكم. الصفوة طازج وصحي.
شكرا طلال. يعد ميناء الصيد البحري بولاية دبا في محافظة مسندم من الموانئ النشطة التي تشهد عمليات إنزال وحركة بيع وشراء على مدى العام، ومع هذه الحركة يتطلع الصيادون إلى تطوير الميناء بما يخدم الحركة النشطة له. ميناء الصيد البحري بولاية دبا من الموانئ النشطة التي تشهد حركة في عمليات تنزيل الأسماك والمنادى والتي تقام يوميا في هذا المكان. فمع تزايد النشاط البحري والسياحي والصيد الوفير من الأسماك، أصبح موضوع تطوير الميناء من المواضيع الملحة في الوقت الحاضر. تنزيل معنا صعب، يعني صعب، الناس يجوا من المناطق البحرية مكان بعيد، والتنزيل كما تشوفوا كما تروا يعني شيء مكان ضيق، لازم المفروض يكون في أوسع من هذا المكان، ونتمنى الحكومة يعني تشوف لنا بهذا الموضوع. جزاه الله خير توجيهها صاحب الجلالة مولانا صاحب الجلالة. يعتبر ميناء دبا من الموانئ النشطة في حركة الصيد، حيث يوجد 931 صياد عندهم رخصة مزاولة صيد، و545 قارب مرخص، و42 سفينة صيد حرفي، بالإضافة إلى السفن السياحية الموجودة في حوض الميناء المستخدمة فيها حوالي 28 سفينة. نتمنى من المسؤولين بالوزارة ومن الحكومة الإسراع في عملية طرح مناقصة توسعة مشروع تطوير ميناء دبا. فالسفن السياحية وقوارب الصيد والمراكب الأخرى التي ترسو في هذا الميناء تشكل حركة نشطة على مدار اليوم. السفن السياحية وقوارب الصيد والمراكب الأخرى التي ترسو في هذا الميناء وحركة العبارات التي تنقل المسافرين والبضائع والمواد الضرورية تنتظر أن يتم تطوير هذا الميناء في القريب العاجل. نتأمل خلال العام القادم نزول المناقصة التي ينتظرها الكثير من الأهالي لتطوير هذا الميناء بشكل يعني يليق بهذه الولاية وبمكانة الترقية وموقعها البحري المطل على بحر عمان. المزايدة في موقع الإنزال اللي هي عندنا فترة هي صباحية ومسائية، طبعا المسائية هي الأكثر أقوى في طبعا في عملية المزايدة على الأسماك، وطبعا أوقات تحصل عندنا اللي هي كميات كبيرة من أسماك اللي هو السهوة، وعندنا الحبس وطبعا الضلعة. ومع توجه الحكومة في الاهتمام بالموانئ البحرية في السلطنة وتفعيل الأنشطة الاقتصادية والبحرية، فإن الصياد العماني في هذه الولاية يترقب إسناد مشروع الميناء. يعد ميناء دبا بمحافظة مسندم من الموانئ النشطة التي تشهد حركة تجارية واقتصادية نشطة على مدار العام، والبدء في عمليات التطوير أصبح من الأمور الملحة والمهمة. محمد بن سعيد العلوي من ميناء دبا بمحافظة مسندم. أخبار الرياضة مع مزون الحسنية. شكرا أحمد، أهلا بكم مشاهدينا. وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب الغاني روبرت غانزا قادما من نادي السلام، حيث جاء هذا التعاقد من إدارة الشباب لتدعيم الخط الهجومي للفريق قبل الدخول في منافسات القسم الثاني من بطولة دوري عمانتين لكرة القدم وبطولة كأس جلالته لكرة القدم وغيرها من المنافسات التي يسعى فيها النادي لتتويج هذا الموسم بعد التعاقدات الجيدة التي أبرمها. ويعد المهاجم الغاني أحد أبرز اللاعبين في الدوري، وذلك باحتلاله المركز الثالث في قائمة الهداف برصيد 8 أهداف. السلام يعدل النتيجة. السلام يعدل النتيجة. تمسك نادي نزوة بقمة الترتيب العام، وذلك بعد فوزه على السيب في مباريات الأسبوع الثامن من منافسات الدور الثاني لكرة السلة لموسم 2017-2018، حيث أقيم اللقاء بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وشهدت نتائج الفترات في اللقاء تقاربا كبيرا بين الفريقين، لتنتهي المواجهة بتفوق نزوة بنتيجة 55-58 نقطة، يواصل بذلك هيمنته على الصدارة. وفي المباراة الثانية تمكن أهل سداب من الفوز على صحار بنتيجة 47-94 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المجمع الرياضي بصحار.
اختتمت بميدان الهجن بالسيح جبرين بولاية بهلة منافسات سباق الهجن التقليدي لمسافة 1200 متر. يأتي السباق بتنظيم من لجنة ميدان الهجن بولاية بهلة وبمشاركة واسعة من مختلف ملاك الهجن في محافظات وولايات السلطنة، حيث تضمن السباق 5 أشواط للمفاطيم وشوطا واحدا للصعوب، شهدت تنافسا كبيرا لحصد المراكز الأولى والظفر بالجوائز القيمة. وإلى الأخبار العالمية، حيث أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم عن مواجهة برشلونة حامل اللقب مع جاره إسبانيول، بينما يلتقي ريال مدريد فريق ليغانيس. وأوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة إشبيليا والتي تعتبر أصعب مواجهة دور الثمانية، بينما سيلتقي فالنسيا فريق ألافيس والصيف بطل النسخة الماضية. وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 16 و17 و18 من يناير الجاري، بينما تقام مباريات الإياب في 23 و24 و25 من الشهر ذاته. سقط ريال مدريد على أرضه وبين جمهوره أمام فياريال بهدف نظيف، وذلك ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث جاء الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 87 عن طريق بابلو فورناليس لتزيد من معاناة الريال هذا الموسم بعد نتائجه السلبية وابتعاده عن المتصدر برشلونة بفارق كبير قد يحسم الليغا في وقت مبكر، ليرفع بذلك فياريال رصيده إلى النقطة 31 بالمركز الخامس خلف ريال مدريد بنقطة وحيدة. وإلى الأخبار وإلى خبر التنس، حيث ظفر الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة سيدني الدولية للتنس، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الأسترالي أليكس ديمينو بمجموعتين لمجموعة واحدة. النجم الأسترالي البالغ من العمر 18 عاما اجتذب الأنظار في الموسم الحالي ببلوغه نصف النهائي ثم التأهل لنهائي بطولة مدينة سيدني. بداية ديمينو كانت مبشرة حيث اكتسح المجموعة الأولى بسهولة ورد عليه نظيره الروسي في المجموعة الثانية، أما في المجموعة الثالثة الحاسمة صمد ديمينو وتمكن من إدراك التعادل 5-5، لكن الكلمة الأخيرة كانت لميديف الذي كسب الشوطين التاليين ليفوز بنتيجة 1-6 6-4 7-5. وإلى الخبر الأخير، حيث فاز النرويجي جيردالين بمنافسات الرجال في منتجع سيدفيا بالنمسا، وذلك ضمن جولة التزلج الكلاسيكي، حيث تمكن النرويجي تورد أسيل جيردالين من تخطي منافسيه الواحد تلو الآخر قبل الوصول لخط النهاية ليتوج باللقب. وحل في المركز الثاني السويدي أندرياس هولبرغ بفارق 14 ثانية، يليه الروسي إيلا تشيزرونوف. وفي سباق السيدات حصدت السويدية بريتا يوهانسون الذهبية في 2:49.16، وكان المركز الثاني من نصيب مواطنتها سارة ليندنبرغ. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، وعود الآن إلى الزميل أحمد العامري. شكرا مازون. في أحد أمثلة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تفاجأ زوار معرض للإلكترونيات في الولايات المتحدة بمدرب آلي يساعد لاعبي تنس الطاولة في تحسين كفاءتهم، وذلك عبر تكنولوجيا للاستشعار والتحكم في الحركة. أبهر أول مدرب آلي للعبة تنس الطاولة في العالم زوار معرض للإلكترونيات في لاس فيغاس هذا الأسبوع، حيث تم تقديم أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا. الروبوت يدعى فورفس هو من بنات أفكار شركة أومرون الصناعية، ويستخدم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا للاستشعار والتحكم في الحركة من أجل تتبع مسار الكرة ومراقبة حركات اللاعبين. ويقول كيث كريستن مدير التسويق في شركة أومرون إن الغرض من فورفس هو تعليم الناس لعبة تنس الطاولة وتحسين أدائهم.
الروبوت يركز على الكرة بالتأكيد، لكنه أيضا يركز على اللعب، لذا هو يستخدم آلية تمييز الوجه والذكاء الاصطناعي ولغة الجسد ليتمكن من معرفة مدى كفاءة اللاعب. وإذا لم يكن اللاعب جيدا يلعب الروبوت بشكل أسهل، وإذا كان جيدا يسرع الروبوت من وتيرة اللعب ويجعلها أصعب حتى يتحسن أداء اللاعب. ويستطيع فورفيس قراءة حركة الكرة وموقعها 80 مرة في غضون ثانية واحدة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالخطوة التالية لخصمه. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المؤسسات العاملة على تشغيل القوى العاملة الوطنية تؤكد توفر فرص عمل عديدة في مختلف القطاعات. اللجنة التوجيهية للقمر المكعبي تستعرض خلال اجتماعها أهداف المهمة الفضائية لإطلاق مشروع أول قمر صناعي مكعبي بالسلطنة. طهران ترفض أي تعديل للاتفاق النووي بعد تمديد واشنطن فترة تجميد العقوبات، وروسيا تجدد دعوتها للتمسك بالاتفاق. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية، ومعكم مباشرة من آخر الصور الجوية، حيث تبدو أجواء السلطنة صحوة بوجه عام خالية من السحب عدا بعض السحب المنخفضة التي تطال أجواء أو بعض أجزاء محافظة الظاهرة ومحافظة البريمي. عدا ذلك كما ذكرت تبقى الأجواء مستقرة بما فيها أيضا منطقة شبه الجزيرة العربية مع سمات تدفق لبعض السحب المتفرقة على شمال وجه غرب منطقة شبه الجزيرة العربية. تفاصيل الأجواء مشاهدينا الكرام للنهار القادم بداية مع حركة الرياح، حيث تبدو الرياح على محافظة ظفار شمالية معتدلة السرعة بحدود 10 عقد، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الجنوبية الشرقي للبلاد. البحر هادئ إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر، ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 25 إلى 85 بالمئة. الرياح على محافظة مسندم تبدو متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بحدود 5 عقد، والبحر بالتالي هادئ الموج، أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. الرياح على سواحل السلطنة مطلة على بحر عمان مشاهدينا الكرام، شمالية غربية خفيفة السرعة إلى شمالية ومعتدلة السرعة بحدود 10 عقد، وبالتالي البحر هادئ الموج، أقصى ارتفاع له متر وربع المتر، ورطوبة نسبية تصل إلى 75%. تفاصيل الأجواء للنهار القادم بداية من العاصمة، حيث تبدو الأجواء مستقرة والعظمى 25 درجة مئوية. تطال أيضا هذه الأجواء المستقرة جنوب الباطنة ودرجات الحرارة تصل إلى 23 درجة مئوية، وفي شمال الباطنة ضمن أجواء صافية ومستقرة والعظمى 25 درجة مئوية. محافظة مسندم تشهد أجواء مستقرة خالية من السحب ومشمسة للنهار القادم ودرجات الحرارة تصل إلى مطلع 20. شمال الشرقية في إبرة درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية ضمن أجواء صافية ومستقرة. تطال أيضا هذه الأجواء محافظة الداخلية في نزوة وجبل شمس، درجات الحرارة تصل إلى 9 درجة مئوية على جبل شمس. درجات الحرارة تبقى عند مطلع 20 على محافظة الظاهرة من أجواء صافية ومستقرة، وعلى محافظة البريمي بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة في أواخر الليل والصباح الباكر. على محافظة ظفار في صلالة أجواء مستقرة للنهار القادم والعظمى 27 درجة مئوية، وأيضا على تمريد درجات الحرارة تصل إلى مطلع 20. عند منتصف 20 على هيمة ضمن أجواء صافية ومستقرة، وإلى مناطق جنوب الشرقية حيث مشاهدينا الكرام بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة على جزيرة مصيرة والعظمى 26 درجة مئوية. على الأشخرة وعلى ولاية صور تبقى الأجواء مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة عموما مشاهدينا الكرام عند منتصف 20. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.